أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز تفسيق صاحب الكبيرة بعينه مثل المغنيين والممثلين، مثل ما فسق السلف الحجاج وغيره بأعيانهم؟ أولاً، هل المغني يعتبر فاعل كبيرة ولا فاعل معصية؟ ما أدري، الغنى هل هو من الكبائر أو هو من المحرمات التي لا تصل إلى حد الكبائر؟ فإذا كان أنه من المحرمات والمعاصي التي لا تصل إلى حد الكبائر فلا يحكم بتفسيقه، وإنما يقال هو عاصٍ. نعم، إيش السؤال؟ وسلمك الله، هل يجوز تفسيق صاحب الكبيرة بعينه مثل المغنيين والممثلين، مثل ما فسق السلف الحجاج وغيره بأعيانهم؟ إذا فعل الكبيرة يفسق بعينه، بفعله يفسق بفعله، وش المانع أنه يفسق بعينه؟ نعم، فسق بعينه. والحجاج ما فسقوه من أجل الغنى، بل هو أبعد الناس عن الغنى واللهو، وإنما فسقوه لأفعاله وظلمه، فسقوه لظلمه وفتكه بالقتل بدون حق. نعم.